أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعبادي إنهم
لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى صدق الله العظيم فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا الآخرين ثم
أغرقنا الآخرين إن في ذلك أسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وأزلفنا ثم الآخرين يا رب وما كان أكثرهم مؤمنين صدق الله العظيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال لأبيه
أفرأيتم ما قلتم
العالمين. رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. صدق الله العظيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. وإذا مرضت فهو يشفيني.
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرض فهو يشفي. والذي يميتني ثم يحييني. رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
بني حر الله ربي يا بني حر وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق للآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر Thank you.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا رب 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 إذا بديح الله وألحقه بالصالحين واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب واغفر لأبي صدق الله العظيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأخبر
الملائكة أهواء والمؤتفكة أهواء فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى ليس لها من دون الله كاشفة
ليس لها من دون الله كاشف. ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا واعبدوا. اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر Oh,
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنها يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
فكيف كان عقابي ونظر لا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما كان وما يكون وما كان في علمك المكنون وعدد الحركات والسكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد الأمطار وعدد أمواج البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا الله اللهم إنا نسألك يا إلهي أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم يا ربنا عليك باليهود ومن والاه. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا إلهي أحدا واجعلهم يا ربنا غنيمة في أيدي المسلمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم يا ربنا عبرة لمن خلفهم وآية. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. يا الله اللهم انصر أهل غزة. اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم ووحد صفوفهم وسدد أقدامهم وقذف الرعب في قلوب أعدائهم. يا الله يا الله قتلوا أطفالنا ورمدوا نساءنا وهدموا بيوتنا فعجزنا عن نصرهم فلا ناصر لهم سواك. يا الله كن لهم عونا وناصرا كن لهم عونا وناصرا. يا الله يا رحمن يا رحمن
استغفري مكبرين مهللين موحدين ساجدين شاكرين حاملين لك يا الله دعوناك بقلوب خاشعة فلا تردنا خائبين اللهم اغفر لأمنا اللهم جاف الأرض عن جنبيها اللهم اجعل قبرها نورا اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها اللهم آنس وحدتها ونور حفرتها وضيق مشهدها واجعل اللهم قبرها نورا اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت غير ذلك يا ربي فتجاوز عن سيئاتها ولعل في النفس من آياتها عجبا عجابا لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها عياك كل طبيب تخطفته يد الردى من يطبيبه بطبه أرجاك كل المريض نجا وعافى من بعدما عجزت عيون الطب من يطبيبه بطبه عافاك وإذا رأيت الثعبان ينفذ سمه فاسأله يا ثعبان من بالسموم حشاك واسأله يا ثعبان كيف تموت أو تحيا وهذا السم يملأ فاك الله 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 فوق الخلائق إن لم تكن تراه فهو يراك كنا نسير لما تسبح ولو طير الحمد ألا وهو القرآن الكريم قد تلاعلى ما سمع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السجاد المقيم بمركز ومدينة الدلنجات محافظة البحيرة أما مع أحدث مكبرات صوت عالمية وإنارة كهربائية وكسور ضيافة لألوة حديثة كبرى جهزت وركبت من مخازن الأستاذ حمادة زغلول المقيم بمركز ومدينة إيتي البارود وبناء عن عائلات التنميخ بالإجماع وعائلات خروب شكر الله سعيكم جميعا ولنعزيكم لدى عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته